ما احنا متحمسين اللي احنا بنعمله، متحمسين في شغلنا. واضح من شخصيتك، لكن انت كمدير فني للنادي الاهلي في عدد من لعيبه الاهلي مشهورين بخفه دمهم، مشهورين اللي هم بيهزروا مع بعض. اما بتشوف ده كده في غرف اللبس او في بدايه التدريب بتشوفه ازاي؟ هل بتتدخل ولا بتسيبهم يهزروا لغايه ما التمرين يبدا؟ طبعا كل حاجه ليها وقتها. بالعكس ببقى مبسوط لما الاقي روحهم كويسه ومبسوطين وبيضحكوا، وبلاقي روحهم كويسه في الملعب عندهم روح دعابه وبيضحكوا. انا شايف اللعيبه يضحكوا في اوضه اللبس احسن ما يضحكوا في الملعب. لكن بقول حاجه، ان دايما بيكون نتائج كويسه كل حاجه تبقى سهله والجو في الفريق بيبقى كويس بيبقى افضل. انا بشوف دايما وعشت في حياتي بشوف دايما في اوضه اللبس في اوضه اللاعبين يبقى الجو كويس لما يكون النتائج كويسه. وعشان تبقى فرقه تنافس لازم تحقق نتائج كويسه. وعشان تحقق نتائج كويسه يكون عندك طاقه ويكون في جو كويس بين اللاعبين. لما تشتغل في الملعب بنبقى جد كلنا، فمفيش مشكله من فوق اللبس يضحكوا شويه عشان يغيروا جو. احساسك واصلني جدا وواضح مدى المسؤوليه اللي انت شايلها، واكيد عايز توصلها للناس اللي المسؤوليه كبيره جدا. في ظل هذه المسؤوليه وطلبات اللاعبين وبعض الامور، هل حراسه المرمى في النادي الاهلي حسمت على الشناوي فقط، ولا هل هيكون في دور مع شريف اكرامي، ولا وفقا للحاله الفنيه للحارس؟